البيت الأبيض وضع الخيار العسكري ضد إيران إذا ما فشلت المفاوضات النووية خلال هذا الشهر الجاري، وهذه جاءت بتصريحات من 3 مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى CNN الأمريكية يوم أمس، وهذا ما ثبتته CNN من هذه التصريحات. في حال عدم إنقاذ الاتفاق نهاية شهر فبراير الجاري، فسيتعين على الولايات المتحدة شن جهود عدوانية لمنع طهران من الحصول على سلاح النووي. وهم وصلوا إلى هذا الخيار الذي نتحدث عنه الآن بسبب أن وضع المفاوضات النووية أصبح خطرا، وهذا أصبح واضحا من إحاطة مغلقة جاءت من هذا الرجل وهو المبعوث الأمريكي الخاص لإيران. وهذه الإحاطة التي قام بها هي إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تحدث عن العديد من السيناريوهات التي وضعتها إدارة بايدن. من ضمن هذه السيناريوهات هي خيار عسكري واضح ضد المنشآت النووية الإيرانية. وروبرت مالي بصريح العبارة بتصريحاته هذه أيضا هو أثار العديد من الأمور، أثار العديد من الأطراف. واحدة من أهم الأطراف التي كانت لديها ردة فعل على تصريحات روبرت مالي هو كريس ميرفي السيناتور الديمقراطي المعروف، الذي تحدث بأن تصريحات روبرت مالي كانت صادمة، وأن هذه الأمور وما تحدث عنه مالي هو يعني بصريح العبارة بأن إيران تقدمت كثيرا في المفاوضات وفي الأمور النووية، والتقدم النووي هائل جدا، وعلينا العودة إلى الاتفاق النووي بسرعة كبيرة للغاية قبل فوات الأوان. ولكن موقع أكسيوس الأمريكي سرب معلومات مثيرة أيضا للغاية متعلقة بتصريحات لخبراء إسرائيليين إلى هذه الصحيفة، تتحدث بأنه حتى لو عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الاتفاقية، فإن إيران ستتمكن من الحصول على القدرة للوصول إلى القنبلة النووية خلال من 4 أشهر إلى 6 أشهر فقط. وهذه لا تأتي التصريحات من فراغ من الخبراء الإسرائيليين، لا أبدا، بل هي تأتي لسبب مهم هم اطلعوا عليه من خلال اجتماعات قاموا بها مع مسؤولين أمريكيين، وهذا ما ثبتته الأكسيوس يوم أمس عن هذا الموضوع. خلال المشاورات مع الولايات المتحدة، علم المسؤولون الإسرائيليون أن الصفقة النووية المتجددة لن تشمل تدمير أجهزة الطرد المركزية الإيرانية المتقدمة، والتي لم يسمح لهم باستخدامها وفقا لاتفاقية 2015. ما الغريب في هذه القضية وفي 4 إلى 6 أشهر هو أن كان هنالك مسؤولين في إدارة بايدن قد قيموا الموقف بالنسبة لوصول إيران إلى هذه المقدرة من 6 أشهر إلى 9 أشهر، وبالتالي يتقلص الوقت بهذا الشكل. وبالحديث عن أجهزة الطرد المركزية وبقائها وعدم تدميرها أو إرسالها إلى روسيا على سبيل المثال، لماذا هو يعتبر خطرا هنا حتى وإن كانت إيران من ضمن الاتفاقية النووية وملتزمة؟ هذه هي أبرز أجهزة الطرد المركزية التي تستخدمها إيران. بالنسبة لهذا الجهاز، هو جهاز IR-1 الذي من المفترض لإيران أن تستخدمه من ضمن الاتفاقية النووية، وأن يكون التخصيب على مستوى 3.67% بالنسبة لهذه الأجهزة، وتكون محدودة. ولكي نفهم هذه القضية بشكل أكثر، فإن الوصول إلى قنبلة نووية يحتاج إلى 20 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 90% لكي تحصل على أول رأس نووي ممكن أن يستخدم كقنبلة نووية معروفة. وبالتالي بالنسبة للأجهزة الطرد المركزية المتقدمة التي أعلنت عنها إيران بشكل واضح في سبتمبر عام 2019 بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية النووية في فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018، هذه أجهزة الطرد المركزية المتقدمة مثلا يعني على الـ IR-2M، هذا الجهاز هو يعمل 4 أضعاف الجهاز هذا IR-1 الذي نتحدث عنه. باختصار شديد جدا، إذا ما استخدمت 1500 جهاز من أجهزة الـ IR-2M وعملت وبدأت تخصب بنسبة 90% لبضعة أشهر، ستتمكن أنت من الوصول إلى القنبلة النووية بسرعة كبيرة للغاية. فما بالك بالأجهزة الطرد المركزية المتقدمة التي تراها هنا أمامك، هنا الـ IR-4، هنا الـ IR-6 الذي يعمل 10 أضعاف جهاز الـ IR-1، وكذلك الـ IR-8 الذي يعمل بقوة 16 ضعفا الـ IR-1. وهذا باختصار كبير
جدا بأن هذه الأجهزة الطرد المركزية إذا ما استخدمت إيران مثلا الـ IR-8 أو الـ IR-6 التي هي موجودة الآن في منشأة نطنز النووية أو منشأة فوردو، فيستطيعون يتمكنون وسيتمكنوا من استخدام أجهزة طرد مركزية أقل من الـ 1500 بكثير من أجل الوصول إلى ما يريدون الوصول إليه. وبالعكس الوقت سيكون قريبا جدا وسريعا جدا، لن تأخذ بضعة أشهر، قد تكون أسابيع فقط لكي يتحصلوا على القنبلة النووية من هذه الأجهزة. ليس هذا فحسب، بل علينا أن نتذكر بأن CNBC الأمريكية العام الماضي في شهر أبريل تحدثت بأن إيران الآن بدأت بعمليات اختبار لجهاز طرد مركزي متقدم اسمه IR-9، والIR-9 هو أقوى من الIR-1 الذي ترونه أمامكم بخمسين ضعفا، وبالتالي الإمكانيات للوصول إلى القنبلة النووية كلها موجودة إذا ما بقيت أجهزة الطرد المركزية بحسب التسريب الذي جاءت به الأكسيوس الأمريكية التي تحدثنا عنها. وبالتالي هذا يعني باختصار أن بقاء هذه الأجهزة، أن إيران في حالة قررت الوصول إلى القنبلة النووية ستصل إلى القنبلة النووية بسرعة كبيرة للغاية، لأن الأدوات موجودة ولم تدمر. وبالنسبة للمشكلة في الإسرائيليين بأنهم لا يثقون بإيران أبدا، خاصة بعد حصولهم على الأرشيف النووي في زمن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بهذا الشكل. هذا الأرشيف كشف للإسرائيليين وللولايات المتحدة الأمريكية قبل الانسحاب من الاتفاقية النووية، ثبت بأن إيران تتقدم نوويا إلى القنبلة النووية، يقومون بدراسات كبيرة للغاية. وليس هذا فحسب، بل إنهم أيضا يدرسون وضع القنبلة النووية على الصواريخ البالستية، دراسات مهمة جدا يقومون بهذا الأمر. وبالحديث عن الصواريخ البالستية، مؤخرا كان هذا الصاروخ البالستي ظهر قبل يومين تقريبا كما ترونه هنا، هذا الصاروخ ألا وهو صاروخ بالستي إيراني متقدم، هو اسمه كاسر خيبر. وهذا الصاروخ يصل مداه إلى 1450 كيلومترا، أي أنه يصل إلى إسرائيل من شمال إلى جنوب إسرائيل إذا ما انطلق من قاعدة كرمانشاه الموجودة والقريبة من الحدود العراقية. هذا الصاروخ طبعا هو صاروخ خفيف الوزن، سريع للغاية، عالي الدقة في الضربات كما تشاهدون هنا، نشر هذا الفيديو اليوم عن هذا الصاروخ. بالإضافة إلى ذلك لديه مقدرة المناورة والمراوغة إذا في حالة ان تعرضت لديه أو له المضادات. وبالتالي هم أيضا الإيرانيون لم يكتفوا فقط في استعراض هذا الصاروخ البالستي الذي ظهر أثناء لحظات حرجة من المفاوضات النووية، لا أبدا، بل إن الصحافة الإيرانية مثلا وطن أمروز، هذه الصحيفة الإيرانية، هددت إسرائيل بشكل مباشر بأننا سنضرب إسرائيل باستخدام هذا الصاروخ. وعلى هذا الأساس فإن هنالك خبراء مثل هذا الرجل وهو فالي نصر من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. الرجل أيضا صرح إلى CNN بالحديث عن الخيارات العسكرية التي تحدث عنها المسؤولين الأمريكيين. الرجل فعلا وجد بأن بايدن لن يكون أمامه الكثير إلا استخدام الخيار العسكري إذا ما فشلت المفاوضات النووية، بعد جهد جهيد في عملية محاولة إنجاح المفاوضات النووية لمدة 10 أشهر. وهذا الخيار العسكري لن يكون سهلا عليه بسبب ما جرى في أفغانستان وظهور أفغانستان بأنها وكأنها فشل أمريكي في الانسحاب المأساوي الذي تم هناك. وكذلك هي وضحت أن القوات الأمريكية لم تعد قتالية، بل أنها أصبحت استشارية فقط، وبالتالي الموقف صعب للغاية، وموقف بايدن في السياسات الخارجية يبدو صعبا مع وضع روسيا وأوكرانيا والصين وإيران الآن، وبالتالي لا يبدو مريحا الموقف بالنسبة إليه. أما إذا اختار بحسب طبعا فالي ناصر، في حالة أن جو بايدن قرر معاقبة إيران وفرض عقوبات عليها، وجد بأن إيران ستستخدم ميليشياتها في العراق، وستستخدم ميليشياتها في سوريا، وميليشياتها في كل مكان، وستقوي هذه الميليشيات، وسيخسر أيضا قضية مهمة ألا وهي القضايا والتنازل والخسائر التي جرت بالنسبة للميليشيات والاتفاقيات التي تمت والاتفاق بين روسيا وبين إسرائيل ضد الميليشيات الإيرانية وبدء خروجهم من سوريا. سيخسر هذا الأمر لأن إيران ستعزز هذا التواجد، وكذلك سيخسر قضية الفشل في الانتخابات في حالية الانتخابات في العراق وخسارة هذه الميليشيات. أيضا سيخسر هذا الأمر لأن إيران ستسعى لتعزيز التواجد هنا، وبالتالي ستصبح الميليشيات خطيرة جدا في الخليج. وكذلك سيخسر قضية
الانكسار الذي يجري لميليشيات الحوثي. الميليشيات الحوثية الآن في مراحل انكسار كبيرة هي تجري في اليمن الآن، لم يتبقى إلا أقل من 29% من المساحة التي يسيطرون عليها في اليمن. هنالك اشتباكات عالية جدا في الجوف ومحاولات تقدم للحكومة الشرعية طبعا، وكذلك في مأرب هنالك تقدم مستمر على الميليشيات الحوثية. شب وتحررت تقدم تجاه البيضاء، كذلك تعز هنالك رغبة واشتباكات كبيرة من الحكومة الشرعية للتقدم أيضا إلى إب أو حتى إلى الحديدة، وأيضا نحن أمام حجة في تقدم كبير جدا. شيئا فشيئا تقل سيطرة الحوثيين في اليمن، وبالتالي هذه المنطقة هي تعتبر مهمة جدا. الأمر إذا ما فشلت المفاوضات النووية قد تعزز إيران قوتها ومطالبتها بالوصول إلى نتيجة بالنسبة لأذرعها وتزيد من قوتها. أما إذا توجهنا إلى حجة والتقدم الكبير الذي يجري والذي شيئا فشيئا أصبح مزعجا بالنسبة للحوثيين، هذه هي كما تلاحظون هي الحدود بين حجة وبين السعودية، هنا المملكة العربية السعودية والأراضي السعودية، وهذه حجة التي ترونها. وطبعا بالنسبة إلى مناطق السيطرة حتى يوم أمس من الأنباء الرسمية هي تأتي تقريبا بهذه الشكل وبهذه الطريقة التي ترونها من السيطرة الحكومة الشرعية أو ألوية اليمن السعيد، هي التي تسيطر بهذه الاتجاهات. وهذه هي طبعا مدينة حرض التي تجري فيها الكثير من المعارك. كانت هنالك أيضا معسكر مهم جدا هنا كذلك تمت السيطرة عليه، كانت هنالك أيضا جبل حصنين وجبل المحصام، هذا هو معسكر المحصام الذي يأتي طبعا أمام جبل الهيجة بهذا الاتجاه الذي عليه أيضا أخبار هنا، وكذلك هنا جبال مهمة جدا جبل أمنار وأيضا جبل آخر وهو جبل شبكة الذي جاء من الأنباء حقيقة بالنسبة إلى الإعلام للتابع إلى الحكومة الشرعية، أكد بأن هنالك الآن بدأ التقدم إلى جنوب مديرية حرض، وكذلك جاء من الغرب بدأوا يتقدمون شيئا فشيئا، بل إن هنالك تقدما أيضا من الشرق أعلنوه يوم أمس. كذلك يجب أن ننتبه بأن التقدم كان على أساس سيطرة جبل حصنين، سيطروا على معسكر المحصام، وكذلك اليوم كانت هنالك أنباء واضحة جدا بأنه تم تحرير جبل الهيجة الاستراتيجي. ولماذا هو استراتيجي؟ لأنه يسيطر على منفذ مهم جدا يستخدمه الحوثيون، طبعا جبل أمنار تحت سيطرتهم، ويبدو أن جبل شبكة أيضا أصبح تحت سيطرتهم بحسب الأنباء، ولذلك الحوثيين لم يعد أمامهم مقدرة للتقدم بهذا الاتجاه بسبب الخسائر التي يتعرضون إليها. وكذلك هم استخدموا الصواريخ البالستية على مناطق سيطرة الحكومة الشرعية لكن دون طريق، بسبب أن التقدم والإغلاق والإطباق على مديرية حرض أصبح واضحا لتحريرها من ميليشيات الحوثي، مع وجود أيضا أنباء من وكالة الأنباء السعودية أكدت بأن كانت هنالك يوم أمس 26 غارة من التحالف العربي أدت إلى إحراق 22 عجلة تابعة إلى الحوثيين فقط من هذه الضربات، بالإضافة إلى أن أيضا التقارير الميدانية تحدثت بأن كان هنالك أيضا خسائر بشرية تقدر ب50 مقاتلا من الحوثيين قتلوا من هذه المعارك. على هذا الأساس هنالك تقدم كبير، وممكن مديرية حرض في أي لحظة نسمع تحريرها بسرعة كبيرة. ولكن هنالك نقطة مثيرة أثيرت يوم أمس عن هذا الجبل وهو جبل حصنين، والحوثيون يتحدثون ويقولون بأننا نسيطر على هذا الجبل، وأن هذه الأنباء هي غير صحيحة المتعلقة بهذا الأمر الذي نتحدث عنه. وبالتالي هي ظهرت من هذا الرجل على تويتر بتغريدة يوم أمس وهو مراسل تابع إلى الحوثيين ويرافق الحوثيين، أخذ هذه الصورة ويقول بأنه موجود على جبل الحصنين، وأن هذا الكلام من عملية تحرير جبل الحصنين من ميليشيات الحوثي هو غير صحيح. إذا ما أخذنا هذه الصورة واقتربنا منها لكي ندقق بسرعة ما الذي يجري هنا بالنسبة لهذا المراسل، كما نلاحظ هنا بأن هنالك مرتفعات خلفه، هذه مساحة مفتوحة كما نلاحظ، وكذلك سنلاحظ بأن هنالك نقطة كما تلاحظون هنا بهذا الاتجاه وكأنها منطقة مسيجة، وكذلك هنا شجرة وهنا أيضا منزلا فيه باحة أمامية، وكذلك هنالك مبنيين باللون الأبيض تبدو بهذا الاتجاه إلى يمين هذا المراسل. وواضح جدا أن هذا المراسل وهذا الصحفي الذي يعمل مع الحوثيين هو يقف على مرتفع من المفترض أن يكون هو مرتفع جبل حصنين. دعونا نذهب إلى الأقمار الصناعية بسرعة كبيرة لكي نلاحظ هذه التفاصيل كما تلاحظون.
تلاحظون هنا هذا هو جبل حصنين، هذه هي مديرية حرض بهذا الاتجاه، وهنا من المفترض أن تكون سيطرة الحوثيين بهذا الاتجاه. دعونا نقترب من هذا الجبل بشكل أكبر، سنلاحظ أن هذا الجبل فعلا بأننا أمام منازل هنا بهذا الاتجاه، وهذا هو الجبل، وهذا جبل مرتفع، وهذه هي المساحة التي نلاحظها. دعونا نقترب بشكل أكبر لكي ندقق بهذه العلامات لكي نتأكد من وجود الحوثيين بهذه المنطقة، ودعونا نأخذ هذه الصورة إلى اليمين قليلا، وسنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات. هذه هي المنطقة المسيجة التي تحدثنا عنها، هذه هي الشجرة، وهذا هو المنزل الذي تقع أمامه الباحة بهذا الاتجاه، وكذلك المباني البيضاء المبنيين بالأحرى التي هي باللون الأبيض هي تأتي بهذا الاتجاه، وبالتالي هذا يوضح مع هذه المساحة مع وجود الجبال بهذا الاتجاه توضح أن هذا الصحفي كان يقف بهذه النقطة عندما التقط هذه الصورة، وهو فعلا موجود في جبل الحصنين، وبالتالي وجوده بهذا الاتجاه يوضح أن الحوثيين موجودين في هذه النقطة التي ترونها أمامكم، وبالتالي هم موجودين على بعد 7.2 كيلومتر تقريبا، ويوضح أن الحوثيين لا زالت لديهم سيطرة على هذا الاتجاه ولا زال الضغط موجودا. المعركة ليست سهلة أبدا.